الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وعدد من قيادات وزارة الري والموارد المائية قاموا بجولة تفقدية لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، حيث تفقدوا بعض المصارف ومحطات الطلمبات للوقوف على مدى الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم الأمطار والوقوف على حالة محطات الرفع والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد. وتم التأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار في حال تكررت موجة الأمطار الغزيرة التي حدثت بالمنطقة العام الماضي. استعدادا لفصل الشتاء وسقوط الأمطار، عقد